فريد كمارة؟ يا خبر اسود، ايه اللي انت عملته ده يا دكتور؟ اكبر نصاب في مصر القديمه ويمكن في القاهره كلها، ازاي تورط نفسك مع لوايا زي دي؟ انت لو شفت ملف الواد ده في الداخليه مش هتجيلك الجرأة تسلم عليه، مش تتفق مع اتفاق من اجل زي ده. يا بهوات تفهموني بس، مفيش داعي ان حضراتكم تتخضوا قوي كده، الواد ده اصله صاحبي من زمان. صاحبك؟ صاحبك مش صاحبي يعني بالمعنى المتعارف عليه، ان انا بروح له وبيجي لي وبنسهر مع بعض، لا طبعا، يعني هو كان لجأ لي وانا بمر صدفه في مره في مستشفى الصدر، فربنا قدرني وقدرت ان انا اطلع له قرار بعلاج امه على نفقه الدوله، وقفت معاه يعني موقف كده ما علينا. المهم بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه العيال دي بغض النظر عن سلوكها الاجرامي ما بتنساش ابدا مواقف الجدعانه والشهامه اللي بتتعمل معاها، ومستحيل يغدروا دول يغدروا بالانبياء والأولية والصحابة. جدعانة يا دكتور، انت عايز تعرفني بناس اشتغلت عليهم 20 سنة من عمري؟ ده كلب من دول يبيع صوابع ايديه عشان 50 جنيه. اسمح لي يا دكتور، ده كلام انش مالوش اي معنى، يتقال في فيلم عربي في اغنية شعبية، لكن مستحيل اقبله فرطة زي اللي انت فيها دي. بعدين انا عايز افهم حاجة، حضرتك كلفت نفسك التكاليف العظيمة دي كلها وجبت شيخ من البلد واتصيع نصاب من الدويقة ومهندس ديكور وخبير مفرقعات ومكير وعملت لي الفيلم الاجنبي ده كله على اي اساس؟ يعني ايه على اي اساس؟ يعني ايه اللي خلاك تفترض ان سعد البواب هو اللي عنده مفتاح القضيه وهو بس اللي عنده المعلومات اللي خليك تشتغل عليه الشغل ده كله؟ وهو انا حضرتك لقيت غيره قدامي وما فكرتش فيه؟ سبحان الله، البنت نزلت لوحدها من الاستوديو بالليل وما كانش فيه جنس مخلوق، وبعدها بساعتين جه لحضرتك بلاغ بجريمة قتل من سعد البواب، وحضرتك مشكوراً اللي لفت نظري للخبث بتاع الواد ده وأسلوبه الملتوي في التحقيق، وقلت لي حضرتك إنك شاكك فيه. أعمل إيه يا ناس؟ ده غير إن المعلومات اللي قالها لي اللي هو عادل زهران. عادل زهران؟ أنت عرفت اللي هو عادل زهران منين يا دكتور؟ صداقة قديمة. مش ممكن الحقيقة، أنا مش مصدق. يعني حضرتك مصاحب لواء في أمن الدولة وأكبر مسجل خطر في جرائم النصب؟ تمام يا ريس. لا في النيابة سعادتك. لا لا لا، هسلم الناس وهمشي على طول. باقي لازم يعرف يجيني دلوقتي حالا، انا محتاجه له قوي. محتاجه له في ايه ان شاء الله؟ عايزه اسمعك محاضره زي المره اللي فاتت عن الحق والباطل، وجدي المحامي عمل وجدي العمر تنكل على نفسي. انا مش عايزاه يعمل لي اي حاجه خالص، انا كل اللي انا طالباه اني اشوفه بعيني وخلاص. يخلص من اللي احنا فيه بس الاول، وبعدين نشوفه محبوس في اني عشه من بتوعه اذا كان فاتح موبايله اصلا. شايف حضرتك يا طارق؟ بيه صدقني انا جوايا حاجه بتقول لي يا سليمان انت ماشي صح، واكيد هتوصل باذن الله. اهو ايه ده؟ رساله من موقع الاحداث بتقول ان الزبون فرفر واستوى على الاخر. شكل حضراتكم طبعا مش بلعين الحكاية أصلا، ومستهيفينها ومستهيفيننا أنا كمان. مش مشكلة، هو المهم دلوقتي أن أنا طالب من حضراتكم مجرد مساعدة صغيرة جدا. بإيه يا دكتور؟ نساعدك في إيه؟ بإننا نشترك معاك في جريمة نصب؟ يعني حضرتك عايز تجند معاك رئيس مباحث ورئيس نيابة وتضمهم للتشكيل اللي انت عامله بقيادة فريد كمارة للتأمر على بواب في المهندسين؟ بالراحة يا عماد شوية، مش كده؟ امال ازاي بس يا ريس؟ الدكتور مش واخد باله انه مجرد ان احنا نسمع التفاصيل الغريبة دي ونسكت عليها ده لوحده يحرج لينا والمراكزنا. ما يعرفش ان القانون دلوقتي بيفرض عليا ان ارفع سماعة التليفون وادخل على المهندس؟ ارجوك يا عماد بيه، الموقف مش ناقص ضغوط. ادخل. احمد بيه بيقول لي ما عليك ان الباشا بتاع المديريه والمتهمه اللي معاه في مكتبه.
اديله الورقه دي بسرعه وهات لهم شاي وقهوه وحاجات. تحت امر معاليك. شاهد اللي وصل دي يا طارق بيه؟ ما تقلقش عليها يا دكتور. وبعدين خلينا في اللي احنا فيه. انا بس عايز اقول لحضرتك ان الضغط اللي عليك في الازمه دي مخليك تتصرف باندفاع من غير ما تاخد بالك من اللي بيحصل حواليك، والناس اللي لمتها دي ما بتعملش اي حاجه غير انها بتستغلك وتستنزف فلوسك، لا مؤمنين بالفكره ولا مشغولين بالمشكله اساسا. هو ده الكلام. والود والدوم يفضلوا في اللعبه طول ما حضرتك بتصرف ومن غير حساب، وان شاء الله مع انها اتحلت. دكتور سليمان انت جراح شاطر جدا، لكن مش ممكن تكون ضابط مباحث وتحاول تلعب. انا مش جراح ولا ضابط ولا اي نيله دلوقتي، انا اب يا طارق بيه، وما عنديش غير بنت واحده بس اللي طلعت بيها من الدنيا البخيله دي. البنت دي هي اللي حضرتك متحفظ عليها دلوقتي في مكتب زميلك، وبعد ساعتين ثلاثه هتاخدوها تجرجروها علشان تحبسوها في اوضه متر في متر، وبعد كده تحكموها على جريمه ما عملتهاش والله العظيم ثلاثه ما عملتها، وبعد كده تاخدوها علشان تقطموا رقبتها بحبل المشنقه. المفروض اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ناس المفروض دلوقتي يعني؟ اعمل ايه وانا شايفكم بتسحبوا روح من ايديا؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقعد كده على احط رجلي على رجل وافكر في مخرج بالعقل وبالقانون؟ ملعون ابو القانون بقى. ملعون ابو القانون، ملعون ابو المراكز والمقامات الفارغه، لو هتخليني ابعد عن النصاب لو كان هو اللي ممكن ينقذ بنتي من الورطه اللي هي فيها. الواحد فيكم لو غرقان في بحر ولقى حوت قدامه هينط يركب يتشعلق عليه علشان يعيش. تقول لي قانون؟ قانون ايه؟ فدي مين القانون انا دلوقتي؟ اهدى يا دكتور اهدى. حضرتك طمنتني على بنتي قبل كده بالقانون، وبعد كده جيت خدتها مني بجره قلم برضه بالقانون، ومراتي راحت لاكبر ناس في البلد، بس قلبوا عليها وهجموا على بنتي علشان خايفين ان الصحافه تتهمهم انهم بيتاجروا بالقانون. خدت انا ايه بقى من القانون ده؟ اهدى شويه يا دكتور انت اعصابك تعبانه. وبعدين حضرتك عمال تقول لي فلوس وبينصبوا عليك، فلوس ايه ونيله ايه اللي انا هبص لها دلوقتي وانا حته من قلبي بتتقطع؟ اي حد ياخد فلوس، اي حد ياخد روح حتى ويخرج بنتي من الحفره اللي هي فيها يا جماعه، حرام عليكم انا بني ادم. مش اهدى يا دكتور سليمان، ابوس ايدك. اهدى وانا هعمل لك اللي انت عايزه. هات يا ابني كوبايه ليمون بسرعه. تحت امر سعادتك.